قصة إبراهيم عليه السلام. ولد إبراهيم ببابل، وكان قومه يعبدون الأصنام، وكان أبوه هو من يصنعها لهم. ولما كبر تزوج إبراهيم عليه السلام من السيدة سارة. ثم قام إبراهيم عليه السلام بدعوة قومه ممن كانوا يعبدون الأصنام لعبادة الله وحده، فقال: هل يسمعون دعاءكم؟ هل يملكون لكم ضرا أو نفعا؟ فلما لم يقتنعوا بكلامه أقسم أن يحطم هذه الأصنام. فخرجوا إلى العيد، فأسرع إلى آلهتهم فأخذ يكسرها بفأس كان معه واحدا تلو الآخر. ثم ترك كبيرهم كبير هذه الأصنام ليسألوه عن من الفاعل. وبالفعل حينما قدموا إلى كبيرهم وجدوا جميع الأصنام محطمة، فغضبوا غضبا شديدا، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا؟ فإن من فعلها سوف نقتله أو لنحرقنه وليمسه منا عذاب أليم. فقال أحدهم: إن من فعل هذا بآلهتنا يدعى إبراهيم، فأتوا به. فقالوا: أنت الذي فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: إنه كبيرهم، اسألوه. فقالوا: كيف هذا؟ كيف نسألهم؟ إنهم لا ينطقون، فكيف يتعاركون؟ فقال سيدنا إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فقالوا: ابنوا له بنيانا عظيما، ثم اشعلوا فيه النار والحطب، ثم ألقوه في الجحيم ليلقى العذاب الأليم. فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأنجى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم من النار ومن خزيهم. لما كانت السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم لا تلد، وهبته ستنا هاجر الذي تزوجها سيدنا إبراهيم حتى يأتلد، فولدت منه سيدنا إسماعيل عليه السلام. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذهبوا إلى مكان يسمى الآن مكة، مكة المكرمة، وحينها سوف نرى آية أخرى من آيات الله. حينما رأى سيدنا إبراهيم الرؤيا أنه يذبح ابنه إسماعيل، فقال لسيدنا إسماعيل: وهذا بلاء مبين من الله. قال لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فقال سيدنا إسماعيل الولد الطائع الصالح: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فأخذ سيدنا إبراهيم السكين، وجلس سيدنا إسماعيل وقال الشهادتين، وأجر سيدنا إبراهيم السكين على رقبته فلم تذبحه. سبحان الله، لم يذبح سيدنا إسماعيل. سبحانك يا الله وسبحان الله. وقال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم.
فأنزل الله سبحانه وتعالى كبشا أبيضا فداء لسيدنا إسماعيل من السماء.